السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال، هذه المنصة الرائعة الجميلة والتي تهتم دائما بما يحب الناس وبما يشغل الناس، من قناة الصحة والجمال وكل مشاهدينا في مصر والوطن العربي، لقاء يتجدد وبرنامج قرآنا يمشي، وضيفي الجميل فضيلة العلامة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة. وما زلنا من هذا الكتاب الرائع، كتاب الدين الحق، من مؤلفات فضيلة الدكتور مجدي، والذي منه اهتدى الكثير والكثير حول العالم، والذي يحمل أكثر من 100 معجزة من معجزات النبي ومن القرآن الكريم. ما زلنا بننهل من هذا الكتاب الرائع. الحقيقة احنا حلقة اليوم حلقة بعنوان البيئة الطيبة أو أهمية البيئة، إن شاء الله حلقة من الحلقات اللي تعجبكم بإذن الله. كنا بنذكركم دايما انه في نهاية اللقاء الماضي كان في سؤال، دايما بنحب كده نذكر انه اللي بيجاوب على السؤال ان شاء الله بالتواصل معانا من خلال ارقام التليفونات اللي موجودة على الشاشة بتوصلوا هدية نسخة من كتاب الدين الحق PDF على الايميل بتاعه. كان السؤال الماضي: ماذا يرث العبد بعد لقاء ربه؟ ماذا يرث العبد بعد لقاء ربه؟ دكتور مجدي اهلا وسهلا بحضرتك. الله يرضى عليك ويبارك فيك. والحقيقه احنا معانا هديه الكتاب النهارده هنقولها، ولكن خليني ابدا مع حضرتك ونذكر الساده المشاهدين بسؤال الحلقه الماضيه والاجابه الجميله، ونشوف كده مين اللي جاوب هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بدأنا موضوع مهم في الحلقة الماضية في تنوير المعاملات، كيف نراجع أنفسنا في معاملة أبنائنا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عسى أن الله تبارك وتعالى يجبر تقصيرنا فيما مضى ويعطينا خير ما يستقبل بإذن الله. فيرث العبد هذا الولد الصالح. نعم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. فتربية الأبناء التربية الصالحة هذا ما أرثه عند لقاء ربي. الله. نعم، أرثوا علما ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، كل هذا يرثه العبد عند لقاء ربه سبحانه. الله الله. يعني تنتهي الدنيا بما فيها. نعم. ولما يذهب للقاء ربه يرث، لا يجد إلا ما تركه حقيقة في الدنيا. الله. وهو تربيته لأولاده. نعم. يرث. نعم. الولد الصالح، دعوة الولد الصالح. الله أكبر. نعم. فضيلة الدكتور مجدي، الحقيقة النهاردة وإحنا بنتكلم على هدية اليوم من كتاب الدين الحق، وكنا قلنا اذهب إلى أرض كذا. الله. نعم. يعني هذه المقولة التي يعني عنوانا بها الحلقة البيئة الطيبة. البيئة الطيبة. نعم. أرجو من فضيلتك شرح لأهمية وجود بيئة طيبة حول الإنسان. والله هذا موضوع مهم، وهو نداء إلى العلماء، والنداء إلى طلاب العلم، ونداء إلى كل الصالحين وكل من أحب الله ورسوله. نعم. أنه يهيئ البيئة لكل من أراد أن يتوجه إلى الله. هذا الرجل الذي أراد أن يقبل على الله، أراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فأرشده العلماء: اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. الله الله. وهذا إرشاد عجيب، بإن ما هو تأثير البيئة عند الإنسان. فلذلك كل من أراد أن يقبل على الله عز وجل له أن يقبل على البيئة التي تساعده على ذلك وتعاونه على البر. يقبل على بيوت الله عز وجل، يقبل على مكة المكرمة، على بيئة العمرة والحج، بيئة الزيارة، يقبل على مصاحبة الصالحين. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بالجملة تأثير البيئة تأثير هائل على الإنسان. وزي ما حضرتك دايما بتدي مثال جميل في التنمية البشرية، إن إذا أخذنا جزرة وقسمناها جزئين، جزء وضعناه في بيئة مالحة، ماء مملح، والجزء الآخر وضعناه في بيئة ماء حلو محلول الحلو،
يحدث بعد فترة قليلة هذه تكون مربى وهذه تكون مخلل وده. بالجملة أن تأثير البيئة على الإنسان تأثير واضح، وهذا الذي يعني يعلمه كل التربويين على مستوى العالم، اللي هو المجال الذهني، المجال الفكري، المجال الوجداني، والذي ينتج عن الجماعة الصغيرة، ينتج عن الحلقة الصغيرة. حتى يعني كثير من الناس ينادي بدلا من أن كل طالب يكون هذا الطالب يعني ينظر في خلف ظهر الآخر، لا، الكل يكون وجهه أمام بعض، وكل هذا يرجع حلقات مستديرة، كل هذا يرجع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ودائما نقول أن كل خير نصل إليه ونتأكد أنه خير نجده أنه جزء من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ما بتنادي به كل الهيئات التربوية حول العالم، نعم، من إيجاد البيئة، نعم، الصغيرة، نعم، البيئة المستديرة، نعم، الكل ينظر إلى الكل من خلال، نعم، ومنها يتعلم، نعم، الأولاد وبسرعة، ودي، نعم، دي من بيئة النبي بالضبط. وهذه البيئة، المعلم هو الذي يستطيع تكوين استعداد التعلم لدى المتعلم، من خلال البيئة يحدث هذا الاستعداد للتعلم. الله أكبر، نعم، تحدث إرادة التعلم. طب يا ريت احنا يعني السادة الأفاضل القائمين على العملية التعليمية نغير بقى، وبدل ما نقعد نبص في ظهر بعض، نعم، وكل واحد فينا مش شايف غير شعر اللي قدامه، نرجع نعمل الحلقات، نعم، موجودة الآن السكاشن، نعم، يعني بشكل يعني دائري، نعم، نرى فيها الوجوه ولا نرى، نعم، فيها، نعم، الرؤوس من الخلف، نعم، يعني. فضلت دكتور، البيئة لها أثر شديد جدا جدا على الأولاد، وإحنا، نعم، بنتكلم في أنه حضرتك بتنادي بأنه كل واحد فينا يجتهد أنه، نعم، يسأل نفسه سؤال أنا عايز إيه، ويحاول يجتهد أنه يروح للي هو عايزه. طب، نعم، ده صاحب إرادة، نعم، الفرق بين تكوين البيئة عند صاحب الإرادة وتكوين البيئة عند الطفل الصغير أو الغير قادر على، أنه يرتب بيئته بنفسه. نعم، فلذلك هذا نداء للتربويين، للمعلمين، للآباء، للأمهات، نداء لكل من أحب الله ورسوله، نداء إلى العلماء، إلى الصالحين، إلى طلاب العلم، أن يعملوا على تكوين هذه البيئة في الصحبة. يعني كيف نصحب أبناءنا، كيف نصحب جيراننا، كيف نكون هذه البيئة. وكل إنسان يحب الله ورسوله يستطيع أن يكون البيئة بنفسه. يعني في بيتي أستطيع أن أكون بيئة الخير والإيمان في بيتي. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله. البيت الذي يذكر الله فيه يتسع على أهله، يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. الله. لماذا؟ لأنها بيئة جيدة ينتج منها اطمئنان القلب، ينتج منها قول يا رب. فإذا قال العبد يا رب ضاعت منه الشقاوة، تاه عنه الشقاوة. ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله. نعم. ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني لو لم أدع الله. ولكن البيئة التي تجعل العبد يغفل عن قوله يا رب، كم يشقى بها، كم يتعب بها. هي دي. نعم. إذا غفل العبد، نعم، شق. طبعا. طيب دكتوري بحضرتك، وكأني يعني ألمح في كلماتك أنك تود أن تقول أن إلزاما على كل مربي أن يوفر بيئة طيبة طبعاً لأولاده. نعم، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب اسمح لي وإحنا بننتقل من هذه النقطة الجميلة، ولأنه عندنا يعني مجموعة من المحاور الرائعة، يعني عندنا في تنوير التفكير، وزي ما عودنا السادة المشاهدين كل مرة بنتكلم في محاور ثلاثة مهمة، نتناول موضوع في تنوير التفكير وإزاي التفكير يتغير ويتنور ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تنوير السلوك كذلك، سلوكنا يتغير إلى الأفضل والأحسن دائما، وفي تنوير المعاملات. النهاردة في تنوير التفكير وبنتناول موضوع قيمة الأشياء، نعم، ليست بثمنها أو بشهرتها أو بشهرتها. نعم، نعم. كثير من الناس يدرك في نفسه بأن ثمن الأشياء دلالة على قيمتها، أو شهرة هذا الشيء دلالة على قيمتها، وهذه مغالطة منطقية. كم من الأشياء ليست لها ثمن مادي وقيمتها عظيمة، مثل الهواء. الله. الهواء مجاني بدون أي نقود، ورغم ذلك هو أهم من الطعام، أهم من الشراب. وأخذ الإنسان يدرك ذلك عندما بدأ الإنسان يكون في مكان فيه الهواء أقل، يصعد يصعد
كلنا نعرف الآية، كلما يصعد في السماء يقل الهواء، فيشعر بهذا الحرج وهذا الضيق العجيب، الله ويشعر بضيق الصدر الذي قد يؤدي به إلى الهلاك وإلى الموت. ونرى ذلك في قوله تعالى: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وطبعا قوله تعالى يصعد واضح جدا أن زيادة هذه الحروف من 4 حروف إلى 6 حروف معناها أنه صعود هائل. مع هذا الصعود الهائل عرفنا قيمة الهواء على سطح الأرض، الله قيمة الهواء على سطح الأرض. ورغم ذلك، رغم أن الهواء قيمته أعلى بكثير من قيمة الطعام ومن قيمة الشراب، فلا أدفع فيه ثمن. نعم. إذن لا أجعل ثمن الأشياء دلالة على قيمتها، ولا أجعل شهرة الأشياء دلالة على قيمتها. كم من الأشياء التي يعني لا يسمع عنها وهي يعني غالية في قيمتها للإنسان. فلا ننسى أبدا ما ذكرناه مع بعض من قبل، أن قيمة الأشياء بقدر ما تحقق الغرض من صناعتها. نعمل إسقاط على الإنسان بقى. نعم. وإنه قيمة الإنسان بقدر ما يحقق. نعم. من عبودية ربي. يعني وجوده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المقصود من خلق الإنسان أن يكون معبدا لأمر الله عز وجل، مذللا لأمر الله عز وجل، يذل لأمر الله، يخبت لأمر الله عز وجل. الله. كما إني لا أحب أن أحد من الناس يتعدى على أموالي، لا أتعدى على أموال الناس. نعم. فيحدث التحاب الذي هو طريق النعيم في الدنيا والآخرة. لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب. الله. ومن ذلك أيضا ذكر المميزات. كما إني لا أحب أن أحد يذكر مساوئي، أنا أيضا أجتهد لا أذكر مساوئ الناس. طيب، في هذا الموضوع، ونحن نحتاج إلى يعني توضيح هذه النقطة، نقطة عدم ذكر المساوئ، ونعيش في زمن نجتهد فيه إلى ذكر المساوئ ولا نجتهد في ذكر المحاسن ونتغافل عنها. نقول إيه لكل السادة المشاهدين في مصر والوطن العربي في موضوع ذكر المحاسن وذكر الإيجابيات، دايما التفاؤل. الله أكبر. سبحانك يا ربنا ولك الحمد. دلت رحمة ربنا سبحانه وتعالى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الإيجابيات وذكر المميزات. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد أسفاره لقي 2 من قطاع الطرق، قال: من أنتما؟ عندما خرج على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، قال: من أنتما؟ قال: نحن المهانان. يعني بيقفلوا الكلام عشان يعني الشر. احنا أسوأ الناس، احنا الناس اللي بتتهان. قال: بل أنتما المكرمان. الله. الله أكبر. ما الذي في 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 هؤلاء القطاع من 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 أنهم مكرمان؟ أنهم يتحدثون مع سيد الخلق. الله أكبر. نعم. كم كرامة الله لهما أنهما قابلا سيد الخلق. الله. قال: بل أنتما المكرمان. ذكر الإيجابيات يذهب الشر. بل إن ذكر المساوئ يعني كم ينتج منه من المشكلة، يملأ القلب بالحزن. بل إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أعلمنا: وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني الذي يذكر المساوئ قد يذكرها بغرض أنه يحب زيادة الخير، قد يذكرها بغرض إزالة المساوئ، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا كيف يزيد الخير: لئن شكرتم لأزيدنكم. والحديث يوضح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني أنا رأيت بعض المميزات في الدكتور طارق وبعض المساوئ رأيتها. من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي أنا شخصيا أعتبر قصرت فيها سنوات عظيمة من عمري، حتى علمت على مع سن متأخر بأن ذكر المساوئ في الغيبة تعتبر غيبة تذهب بالأعمال، وذكر المساوئ في الوجه هذا سباب يخرج العبد من دائرة الإيمان إلى دائرة الفسوق. الله. الله. فسيدنا عبد الله بن عمر بيوضح، يعني أنا رأيت في أخي محاسن ورأيت في أخي مساوئ. ذكر المحاسن يزيد الخير في حياة الإنسان وينفي الشر من حياته، وعلى العكس ذكر المساوئ
يعني ينشر الفساد. أفلا أنصحه يا دكتور؟ نعم، حتى إن سيدنا عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم. الله، يعني ذكر المساوئ يفسد أكثر مما يصلح. طيب كيف يزيد الخير؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. أحاول أذكر بعض المحاسن في الدكتور طارق. يعني هنا حضرتك تذكرت مع حضرتك برضو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر قال: الله، نعم الناس هو لو كان، لو كان، نعم يقيم. يعني سيدنا النبي ذكرها ازاي؟ وهنا نقطة مهمة جدا، بعض المساوئ التي حدثت وتعتبر تاريخيا يعني عظيمة الشأن في الشر، ولكن لم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل في غزوة أحد إن زعيم المنافقين يأخذ ثلث الجيش ويغويه ويوهمه ويرجع بثلث الجيش، ويكون ذلك سببا في المشاكل الرهيبة التي حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه وسيدنا حمزة. كم حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على المنبر وقال: من بعد ما فعل هؤلاء ورجعوا من كذا، كم حديث؟ ولا حديث، ولا حديث. نعم. ولكن الاستمرار في توجيه الناس إلى الله، نعم، ينفي كل هذه المشكلات. هذا يعني واضح في سنة الرسول عليه السلام كيف ننهل، كيف نرجع إلى سنة الرسول عليه السلام، كما قال عليه السلام: لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وأيضا نراجع أنفسنا: لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دين. هيا نراجع أنفسنا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. ونتناول ذكر المحاسن يزيد بها الخير بإذن الله تبارك وتعالى. إن لله عبادا فطنة. نعم. نعم. أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بهجره. الله أكبر. نعم. دكتورنا، يعني تنوير التفكير وقيمة الأشياء وإحنا اتكلمنا فيها، نعم، ياخدنا لتنوير السلوك. الله. والكنوذ الكثيرة، نعم، والكبيرة التي يعني ما زلنا لم ننهل منها بالكفاية. نعم. والله إحنا في تنوير السلوك، أول ما أخذنا في تنوير السلوك السلوك في النظافة والطهارة. نعم. نعم. النظافة مما نراه ومما لا نراه. لا نراه. ثم أخذنا في تنوير السلوك كيف نقيم الصلاة، الصلاة إقامة صحيحة ويعني تنصلح بها كل حياتنا. نعم. اليوم بإذن الله نريد أن نأخذ في تنوير السلوك هذا الكنز العظيم الذي نحظى به في الأذكار بعد الصلاة. نعم. إلى درجة الرسول عليه السلام يقول صلى الله عليه وسلم عن ذكر لا يأخذ دقيقة من وقت الإنسان بعد الصلاة، قال: تدركون به من سبقكم. كل الناس اللي عملوا خير من الآن إلى سيدنا آدم أنا يعني ألحق بهؤلاء. الله. وتسبقون به من بعدكم، تسبق كل هؤلاء. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعت. لا يمكن، مش حد أحسن منك أبدا إلا اللي يعمل زيك، اللي هي تسبحون الله في دبر كل صلاة 33، تسبيح تحميدون الله 33، وتكبرون الله 33، ثم تقول مرة واحدة تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله. لا، ثانية يا دكتور، يعني حضرتك عايز تقول هذه التسبيح بعد كل صلاة، نعم، يجعل لنا هذه الجائزة الكبيرة، هذه الجائزة أن الكبيرة، أن ندرك ما سبقونا من أهل الدين، نعم، وأن نسبق من يأتوا بعدنا. نعم. فبهذا ننور سلوكنا، لا نجعل صلاتنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ويطيل. لا، نجعل صلاتنا يعني بعد الصلاة لا تزال الملائكة، لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. الله. يعني اللهم اغفر له، يعني يا ربي انفي من حياته المشكلات. الله. لأنه لا يوجد مشكلة إلا بسبب ذنب. نعم. فلما الملائكة تقول اللهم اغفر له، يعني يا ربي انفي من حياته المشكلات. الله. اللهم ارحمه، يعني يا ربي أعطيه كل اللي نفسه فيه في رضاك وفي عافية وستر. اللهم تب عليه، يعني يا ربي اقفل عليه الأبواب اللي هتجيب عليه الشر. مدام الإنسان تاب إلى الله يبقى قفل أبواب الشر عليه خلاص. شوف إزاي؟
كل ده ببركة أنه إيه؟ قاعد بعد الصلاة في أذكار الصلوات. نعم. الله أكبر. اللهم صل على النبي محمد. تنوير المعاملات حضرتك بتوسع الأوقات لتنوير المعاملات. أنا جاي عشان يعني النقطة دي إحنا الحقيقة لم تأخذ حظها. نعم. في المرة السابقة، وهو دور الأسرة في التربية وأهمية التربية وموقف الوالدين من الأطفال، والموضوع فعلا جد خطير يعني بما نراه ونسمعه في هذه الأيام من غلطة في التعامل ومن تهاون ومن تخلي كبير يعني. وإحنا بناخد في تنوير المعاملات إزاي المعاملات معاملاتنا نرتقي بيها لحد أن تقبل منا وأن يرضى عنا الله ورسول. في موضوع تربية الأولاد وموضوع دور الآباء أو المربيين في تربية الأولاد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف أترقى بأبنائي إلى الدرجة العظيمة؟ نعم. أن يكون عالما ربانيا أو يكون على الأقل متعلم على سبيل النجاة. فالناس ثلاث: عالم رباني، اللهم اجعلنا جميعا وأبنائنا وجميع المسلمين منهم، أو متعلم على سبيل النجاة، يعني إنسان نوى أن يتعلم ما يرضي الله عز وجل، أن يتعلم حدود الله، أن يتعلم كيف يرضي الله، أن يتعلم كيف يتأسى بسنة رسول الله، نوى الله ذلك أصبح على الطريق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا: من هم بحسنة كتبت له. لذلك أنا أقول الذي لم يكن يتعامل معاملة على السنة، والذي فشل من قبل في التعامل بالسنة، الآن نوى، الآن تاب إلى الله، قال: يا ربي أنا نويت أن أتعلم أن أفعل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يغفر له ما مضى ويكتب له كل ما نوى. من هم بحسنة كتبت له. الله. فأنا أنادي أقول الآن ننوي جميعا أن نكون نحن وأبناؤنا في الإقبال على الله. أكون البيئة لأبنائي. هذه البيئة ليست بيئة الأمر والنهي والأمر والنهي، لا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أمر مهم جدا يكون التشاور مع الأبناء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن المشورة قد جعلها الله رحمة لأمتي. يعني أي أسرة تجلس وتتشاور فيما بينها، هذا التشاور فيما بينهم يكون سببا في نزول الرحمة على هذه الأسرة. فتح باب الحوار مع الأولاد. نعم. مفيد يا دكتور. نعم. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدير حوارا مع الأطفال. طبعا. نعم. وكان يبادر بتعليم الأطفال. يعني حتى مثلا هذا الغلام الصغير الذي كانت يده تطيش في الصحفة، الله، لم يقل له مثلا إن هذا الذي تفعله خطأ، ولم يذكر كل هذا، ولكن علمه ماذا يفعل. ينبغي أن يكون: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. يعني لم يقل له مثل لماذا تطيش يدك في الصحفة، لماذا كذا، لا 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 لا. حتى أن سيدنا أنس يحكي كل هذا يعلمنا يعني النظر إلى الإيجابيات والحث على الإيجابيات. فقال 10 سنوات في خدمة الرسول عليه السلام لم يقل لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء تركته ألا فعلت هذا. كل هذا مع تعهده بالتعليم، تعهده بالتعليم، تعهده بتوجيهه إلى الله، وتعليمه منافع وفضائل وثواب الأعمال التي ترضي الله. يعني حديث وعاء اللبن أو إناء اللبن، سيدنا عبد الله بن عباس يجلس جنب النبي. نعم. في وسط الصحابة، من المواقف الجميلة التي كانت. نعم. إن كانت تدل على أن الحب الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح للغلمان بالجلوس في مجالس الكبار. نعم. لكي يتعلموا يعني. نعم. وجب على المربي أن يعني يجعل هذه المعايير والمبادئ في أولاده. نعم نعم. وأيضا تكوين بيئة الإيمان في البيت. عندما قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم:
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. معناها إن وجب على راعي المنزل أن يجعل كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلى ويقرأ في البيت. اسمحنا دكتور، وإحنا بنتكلم على البيئة الطيبة، أهلنا في كفر الشيخ دخلوا معنا في أول مكالمة لنا النهاردة. أهلا وسهلا الأستاذة شيرين من كفر الشيخ. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس أنا عايز أسأل فضيلة الشيخ عن حاجة. أهلا وسهلا اتفضلي. هي أولا أنا واقع في مشكلة كبيرة بقالها فترة هو ألو مع حضرتك اتفضلي. ماشي. أنا كنت متزوجة وبعدين حصلت مشاكل من زوج من أهل زوج، فسبت البيت وقعدت عند والدي فترة أكتر من سنة ونص. هو بيسافر وبيجي، فما جاش سأل على الولاد خالص ولا على مصاريفهم ولا على أي حاجة ولا بيسأل حتى يشوف. فبعدين أنا ناس كتيرة دخلت للرجوع وكده، هو عايز نرجع بس بشرط إن أنا ما جيش لأهلي خالص، أعيش مع والدته اللي هي أساسا سبب مشاكل كتيرة أوي بينا. تمام يا استاذ شيرين. طيب هي ما رجعش، انا عايز اعرف حكم الدين في الزوج اللي هو عايز زوجته تبقى عايشه مع اهله بس، لكن ما تروحش لوالدتها ووالدها خالص، هما يجوا لها 10 دقايق نص ساعه ويبقى طبعا فيها مشاكل كتيره مع اهله. طيب هو سؤال حضرتك واضح وعايزه في حاجه كمان، معلش بس انا معلش ان طيب. هما دلوقتي هو بقى له سنتين وشويه ما سالش عن ولاده، وآخر مرة شافهم وهم عندهم 3 شهور. فهم دلوقتي أنا ماليش مش قادرة لما عيالي يكبروا بقى أعرفهم بقى إزاي يعرفوه. أنا عارفة إن هم لازم يعرفوه دينا وكل عشان حساب ربنا وكده، بس ده ما سألش فيهم ما طلبش حتى يشوفهم. حاضر. والحاجة التانية عايزة أسأل بس آخر حاجة في حكم الدين في الزوج اللي لما بيحصل مشاكل بينه وبين زوجته مثلا وتسيب له البيت شويه او يحصل خلاف بيروح يقول عنها كلام ويتهمها بالزنا ويتهمها بالماشيه ويتهمها بشرفها بحاجات قذره جدا. طيب يا استاذ شيرين حاضر، انا اللي فهمته من حضرتك 4 حاجات. انك سبت البيت وقعدت عند والدتك بسبب بعض المشكلات في بيت والدك، ولما زوجك جه من السفر مش عايز يجي ياخدك انت واولادك، ولكن عايزك ترجعي، ولكن بشرط انك لو رجعتي ما تروحيش بيت والدك تاني. وهو شكوتك انه بقاله سنتين ما بيسالش على الاولاد وما بيهتمش بيهم ولا بالانفاق عليهم ولا باحتياجاتهم، فهل ده يديلك الحق او انك تمنعي المعلومات عن ولاده او تتكلمي عنه كويس قدام ولاده، ولا انت عايزه تتقي الله فيه؟ الحاجه الثانيه انه حكمه لو كان بيتكلم عنك وحش وبيتهمك اتهامات مش مظبوطه وهو مش قايم بدوره في انه راعيك انت وولادك. فضلت الدكتور مجدي بنتنا شيرين من كفر الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واضح ان قد ايه امر الله سبحانه وتعالى في تكوين بيئه الايمان يقينا من كل هذه المشكلات. فاحنا عندنا امرين مهمين جدا. الامر الاول الذي ينبغي ان ننتبه اليه في قوله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. اي حياه مختلطه يحدث منها مشكلات، وهذا الذي ينبغي أن تحدث به التوعية للآباء والأمهات وللأزواج وللزوجات، محاولة الحياة المستقلة حتى لو في بيت عيلة يكون كل إنسان فيه استقلالية في حياته، لأن الاختلاط لا يمكن أن يمر إلا ويكون مصاحب معه في غالب الأحيان البغي والإشكالات. الأمر الثاني أن بتقول أنه بيمنعها من صلة الرحم وهو ما منعها، بيقول لها أن أهلها هيجوا يزوروها. طيب وهذا أمر جيد، ولكن قبول الأشياء في بدايتها بيتعدل الأمر الثاني أن دايما البعد بينتج عنه جفوة. ينتج عنه جفوة، فلذلك لا ينصح، ان ربنا اللي قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، نسأل الله تبارك وتعالى العافية في الدنيا والآخرة. بالجملة ينبغي للمرأة ان تلزم بيتها،
وإذا كان هناك يعني رجاء في العودة بأي شروط بسيطة تقبل، أنا من وجهة نظري تقبل. وكذلك يعني الإحسان يؤدي إلى إحسان، والمسامحة أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن، أقسم عليهن ما زاد عبدا بعفو إلا عزة. لا يمكن يحدث العفو والمسامحة إلا ويكون جزاء هذا العفو من الله أن يزيد هذا العبد عزا وشرفا وخيرا. دكتور برضو نعم. يعني أنا بنصح ابننا الغالي ربنا يحفظه أنه يعني تربي له أولاده منذ طبعا. عامين ولم تبخل عنهم بالدفء والحنان والعلاج والاهتمام. ولاده يحملون اسمه، فلما يعود يعني لا يترك أثرا طيبا ولا يعني يكون له حتى كلمة شكر. أنا بنصح أخونا برضو كيف يلقى الله عز وجل يعني. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى المولود له، هذا الإعجاز العجيب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ربنا بغض النظر عن أي شيء آخر، هؤلاء الأبناء الذين حملوا اسمك لابد، ولكن نقول بالمعروف. نعم. يعني ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهيك عن المنكر بغير المنكر. ناخد صفاء من قنا. نعم تفضل أستاذة صفاء من قنا. أهلا وسهلا. أهل قنا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. وطي التلفزيون يا أبلة صفاء وكلميني من التليفون لو سمحتي. ماشي حاضر يا صاحبي. لو سمحت والله أنا معايا جودي كل شهر بتجيله نظرة وبتخليه تعب ومش مهمني أنا ولا بنتهم. أنا معلش تقصد إيه يا شيخ؟ أنا مش معلش يا أبلة صفاء أنا ما فهمتش. أبلة صفاء. يا دكتور ها نعم وضحي بس. بص انا بقولك معايا جوزي ماله ماشي. طيب حضرتك هياخدوا مني حضرتك السؤال وانا هرد عليه من الكنترول. طيب ربنا يحفظك ويحفظ اهل قنا حجازه ونجا حمادي وبركه وكل اهلنا في قنا ان شاء الله. يعني والعوده الى سنه النبي وهدي النبي في التربيه، ولفت نظري موضوع بنتنا بتاعت كفر الشيخ انه الاولاد، وقالت حاجه خطيره وجعت قلبي، ودي اللي محتاج من حضرتك انك يعني اللي هي تتقي الله في اولادها وفي جوزها وتكلم اولادها عن جوزها كويس اللي ما شافهوش وهم كانوا عندهم 3 شهور ما يعرفوش عنه حاجه. طب تقول لهم ازاي وتقول لهم ايه وهو بيملاها بالغضب وبيملاها بالكره، يعني بيتعامل معاها مش ده. تربي الاولاد ازاي، تزرع في الاولاد ايه، البيئة اللي هنا المحيطة بالأطفال حيبقى شكلها يا دكتور؟ الله أكبر الله أكبر. إذا أرسلت لزوجها سؤال الأبناء عنه ذلك يكون سبب في ترقيق القلب، وأيضا من الذي يستطيع أن ينصح له؟ أولا تقوم بالدعاء له، وكذلك ترسل له من يستطيع أن ينصح له. أن الاهتمام هذا أمر الله عز وجل. على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يقوم على معاش أبنائه وأسرته. اسكندرية على التليفون يا دكتور. نعم. مؤادة من اسكندرية تفضلي. ألو السلام عليكم. مرحبا. عليك السلام ورحمة الله. أنا بتصل عايز سؤالين بس، عايز أعرف الدكتور ما أنا على حد ولا لا. طب اتفضلي يا مؤادة. أول سؤال، أنا جوزي مرة قعدت مثلا كتير له وبعدين حلف عليا طلاق بس انا نجحت يعني وجيت تاني، بس عايزه اعرف يعني شخص جديد هيبقى ايه؟ هو حلف عليا بالطلاق الثلاثه لو نجحت لقيتك. طب هو الشباب في كنترول، انا الصوت بيروح ويجي فانا مش سامع الحقيقه فمش قادر ارد عليها يعني وطبعا قادر. هناك اشياء كثيره جدا يعني يقوم الناس بالحلف بالطلاق ليعزم
على حلف بالطلاق. نعم، ليعزم أن زوجته يعني تترك فعل شيء أو تقوم بشيء. وكثير من يعني من لجان الفتوى توضح أن كفر ذلك أن يطعم 10 مساكين، ولكن دائما هذه الأسئلة الخاصة يعني نقوم بالسؤال فيها في الرقم الساخن إدارة الفتوى اللي هو 107 من أي 107؟ رقم 107 من أي تليفون؟ من أي تليفون أرضي، ولكن يكون أفضل يعني. من ناحية ننصح الرجال بترك الحلف بالطلاق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا قدر الله لو حدث ذلك، فإن كثير من لجان الفتوى بتوضح أن هو يقوم بإطعام 10 مساكين ويعود في هذا. من حلف على شيء ثم يعني مثلا إنسان يعني قال لزوجته يعني مثلا علي الطلاق منك إنك ما تزوري أهلك مثلا. طيب وبعدين كيف تعيش بدون ما تبر يعني أمها وتبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام فليفعل الخير ثم فليكفر عن يمينه. يعني في ساعة غضب يمنعها من فعل الخير، مثلا لا تذهب المسجد، لا تصلي رحمك، وهكذا. نعم دكتورنا، واحنا تاني بنتكلم في موضوع التربية. نعم، واللقاء النهاردة في تنوير المعاملات، في حسن يعني ترتيب البيئة المحيطة بالأولاد، ومنها الإحسان إلى الأم. نعم، يعني أن يرى الأطفال الأولاد الأب وهو يحسن إلى الأم، وكذلك نعم الأم وهي تحسن إلى الأب. فبماذا تنصح في هذا؟ بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ضروري أبنائي يشوفوا بعينيهم الاثنين كيف أقبل يد أمي، كيف أقبل يد أبي، كيف أبر بأمي وأبي. وإن الأمر المهم جدا إنه لا يوجد إحسان من الأبناء إلى الوالدين إلا ويعجل هذا الخير للعبد في الدنيا الله ويأخذ ثوبه في الآخرة. ولا يمكن أن يوجد عقوق من ابن لأحد أبويه إلا ويرى عقوبته فورا في الدنيا ويمنع، أعوذ بالله من الخير في الله، يعني لا يدخل الجنة عاقا. لا يدخل الجنة العاقة، لا يدخل الجنة عاقا. معنا الأستاذ محمد من اسكندرية، تسمح لي؟ أهلا وسهلا. من بنها الأستاذ محمد، اتفضل. ألو، السلام عليكم مولانا. أهلا وسهلا، مرحبا، عليك السلام ورحمة الله. بس أزم عليك، أنا حضرتك ليا والدي، ليا والدي معاه مشكلة. اتفضل. فانا حضرتك دلوقتي وقتي. يعني انا وهو وطي التلفزيون من فضلك وكلمني من التليفون عشان الوقت. حضرتك انا بكلمك من ربنا التليفون. اتفضل، ربنا يحفظك. اتفضل حضرتك دلوقتي. والدي انا كنت بديله كل شهر كنظام مرتب 200 جنيه. ايوه. فانا حضرتك كان حصل خلافات بينه وبينه، وهو عنده بيتين، فكتب بيت منهم لاخ الاكبر. نعم. فأنا دلوقتي حضرتك لو أنا قطعت ال 200 جنيه، قطعت إن أنا أديله 200 جنيه تكون عاقله يعني؟ حلال. طيب حاضر، حاضر نجاوب حضرتك أستاذ محمد. حاضر، هل بره بأبيه وإعطائه هذا الراتب الشهري اللي هو اترجم بقى بإنه الوالد من وجهة نظر أخونا محمد فضل الأخ الأكبر وكتب له أو إداله أعطيه لم يعطيها للي بيبره؟ ده انا يعني أسوة عظيمة في هذه الآية العظيمة اللي طبقها سيدنا أبو بكر فورا، وإن شاء الله أخونا الفاضل يطبقها فورا. لما ربنا قال بعد أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، حتى قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله، يعني كم كانت أذية ابنة خالة سيدنا أبو بكر، كم كانت يعني أذيته لسيدنا أبو بكر، أذية غير عادية. فهم بأن يقطع معونته لابن خالته، فربنا نزل القرآن ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلا قدر الله مهما كان إيذاء الأب، أنا من وجهة نظري أنه لا يقطع ما تعود عليه من خير ابتغاء مرضات الله، لا يقطعه أبدا،
ويكون ذلك سببا في ان الله يوسع لي ويغفر له الذنوب. وانا باكد على كلام حضرتك. نعم. هو واخويا حبيبي الاستاذ محمد بيدي الفلوس لوالده، كان بيديها له عشان ابوه يكتب له، ولا بيديها لله؟ بالضبط. بيديها. نعم. يعني توسعه له وحبا له و... نعم. ويعني اكراما له على ما فعله. من له احب ان يشكر. يعني فرق شديد جدا. نعم. وان كان بيعطيه لكي يعني يسترد. نعم. منه، ده موضوع تاني. نعم. ولكن كلام حضرتك انه يستمر في العطاء، يستمر في العطاء ويتوكل على الله، ان شاء الله يكون سبب في السعادة، وربنا مستمر معه في الخيرات. معنا اتصال. وكذلك نعم. فضل. قال اتى امك وبقى. قال يا رسول الله وان ظلماني. قال وان ظلماك وان ظلماك وان ظلماك وان ظلماك يا استاذ محمد، وان ظلماك وان ظلماك، استمر في العطاء ان شاء الله. أمة الله تفضلي. الو، اهلا وسهلا. هو ممكن احنا مع حضرتك، سامعينك، اتفضلي. بصي يا حضرتك، هو انا متجوزه يعني ليا سنه، بس انا من بعد الجواز بشهر اشتريت هدوم اطفال، بس انا لحد دلوقتي ربنا مش كريمي. بس في واحده قالت لي لازم تتخلص من هدوم الاطفال دي علشان ربنا يكرمك. طيب نرد على نرد على حضرتك. حاضر. هي اشترت يعني من باب التفاؤل، بعد اتجوزت بشهر اشترت بعض هدوم الاطفال وبتجهز نفسها وبتهيئ نفسها لحلم الخلفه يعني والولاده وكده، ولكن تاخر هذا الحلم قليلا، فنصحتها اختها من اصدقائها يعني بانها لازم تتخلص من الموضوع ده عشان ربنا يجبر خاطرها. هو مش قصدها تتخلص، لعلها تقصد انها تتصدق بجزء منها، ولعل هذه الصدقه تكون خير لها، تتصدق. نعم. بجزء منها، وتستمر في الاستغفار بإذن الله ربنا، وإن شاء الله ندعو لها بإذن الله ربنا يرزقها الولد يا رب. وكذلك تستمر في الاستغفار وتستمر من الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله أكبر. نعم. نرجع تاني يا دكتور، وإحنا يعني بنتمنى أنه موضوع التربية دوت يعني هيطول معنا وهياخد معنا حلقات وحلقات، ولكن كنا نود أن نسمع في موضوع البيئة الجميلة، موضوع الطيارين اللي اسلموا، اللي حضرتك كنت تحب انك يعني نعم تذكرها. نعم. علينا. نعم. في موضوع تكوين البيئه الطيبه يعني. نعم. امر ايضا مهم لا يفوتنا، ان تكوين البيئه في بيوتنا امر مهم جدا لانفسنا ولابنائنا. لماذا؟ لان الحديث بيوضح في صحيح مسلم، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه، الله، وغشيتهم الرحمه، ونزلت عليهم السكينه، وذكرهم الله في من عنده. حفتهم الملائكة تنطرد كافة الهواجس وتنطرد الشياطين والوساوس، ونزلت عليهم السكينة، يزيد الإيمان في قلوبهم، يزيد الإيمان، يزيد الإيمان، حتى يصل إلى درجة أن تحجزه عن محارم الله. الله، تحجز الأبناء عن العقوق، تحجز تحجز الآباء عن الظلم، وهكذا. والله تبارك وتعالى ينشر عليهم رحمته، وكذلك يقضي حاجتنا. معنا أبو سامي من المحلة. نعم. مش عايزين يعني أهلنا في الغربية يزعلوا مننا. نعم. أبو سامي تفضل. ماشي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يكبر خاطرك ويحفظك. أنا أبو سامي رجل معوق. الله يشفيك. ومحتاج مساعدة مالية شهرية. إن شاء الله. حاضر. وجزاك الله كل خير. سيب الرقم. طيب سيب الرقم حضرتك في الكنترول وإن شاء الله نتواصل مع حضرتك. حاضر. الله يحفظك. إن شاء الله. وكذلك في البيئة، يعني كثير جدا من الطيارين كانوا في منطقة الخليج، وذكر الدكتور زغل النجار حاجة جميلة جدا، كان محاضرات لحدوث التقارب يعني في الثقافي، فكانت محاضرات عن عادات وتقاليد يعني العرب. نعم. فأخذها فرصة جيدة الدكتور زغلول في شرح عادات وتقاليد يعني بلاد العرب، وبدأ يذكر يعني الآيات التي يعني تجعل هؤلاء الناس يتمسكون بدين الله، وأخذ يشرح يعني هذه الآيات التي تحدث عن الفضاء وعن، فكان ذلك سبب الحمد لله في دخول كثير من هؤلاء الناس في الإسلام لما وجدوا البيئة الطيبة. نعم. وليسوا مجبورين عليها. نعم. وسمعوا هذا الكلام الطيب. نعم. نعم. يعني توفير. نعم. البيئة أمر مهم. نعم. أمر مهم يا دكتور. نعم. العالم الفرنسي جارودي. نعم. نعم. بروفيسور روجي جارودي أدرك أهمية البيئة. وطبعا لما
هو كان سكرتير عام الحزب الشيوعي الفرنسي، وكان من الأشياء التي يعني كانت تؤلمه وتؤرقه أن الشيوعية لا تنتشر في بلاد العرب وبلاد المسلمين، فكانت ملاحظة، فشكل عدد من اللجان لدراسة الأسباب التي يعني تؤخر انتشار. طب أنا آسف يا دكتور، أيوه. نكملها دي، أيوه. بس معايا حد من أمريكا. طيب تفضل يا دكتور. المكالمة من أمريكا، تفضل. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. يا بدي أسأل. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله، تفضل. بدنا نسأل الشيخ يعني بيتكلم عن البيئة الصالحة. نعم. كيف بدي بتكون البيئة اللي عايشة في دول أوروبا وأمريكا؟ نعود حتى نربي الأولاد تربية طيبة على دين الإسلام. تمام، حاضر. كيف نربي أولادنا في وسط هذه البيئات الصعبة والتي يعني يرى الكثير أن يعني معظم ما فيها غير مناسب لتربية الأولاد على بيئة الدين أو بيئة الإسلام؟ نعم، الأمر يسير. كم كانت بيئة مكة المكرمة قبل بعثة الرسول عليه السلام فيها من المشكلات والتوجه لغير الله وترك المعروف وارتكاب الآثام؟ فكون النبي عليه الصلاة والسلام بيئة الأرقم من باب الأرقم في البيت يجتمعون، فلذلك نجد الحديث عجيب: قد حقت محبتي للذين يتلاقون من أجلي. ضروري يعني يلتقي أبناؤنا مع مدرسيهم من أهل الخير والصالحين ليعلمون أمر الدين. ضروري أن تكون هناك حلقات لحفظ القرآن، حلقات لتعليم القرآن، حلقات لقرآن يمشي، حلقات لتنوير التفكير، لتنوير السلوك، لتنوير المعاملات. هذا أمر مهم جدا. البيئة طيبة ومنها بيئة المسجد واختيار الصديق زي ما حضرتك علمتنا، الصديق الصالح يعني المرء على دينه خليله. ولا يفوتنا موضوع روجيه جارودي. بروفيسور روجيه جارودي، بمجرد أن ربنا أكرمه وجاءت نتائج اللجان فكان ذلك سببا في إسلامه، فبعدما أسلم فكر على طول فورا، أول بيئة ربنا أكرمه واختارها قال أنه يذهب إلى الأزهر الشريف، لأنه من معلوماته أن الأزهر منارة الإسلام في العالم، يعني من منارات الإسلام في العالم، فأراد انطلق مباشرة وسافر إلى مصر الحبيبة الحمد لله، ومن فضل الله ورحمته ربنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى أكرم سيدنا سلمان الفارسي وأنزل سيدنا جبريل مخصوص يقول يا رسول الله هذا سلمان خلفك يريد أن يرى ختم النبوة، ربنا سبحانه وتعالى أراد وهيئ الأزهر، التقى مع أكثر من 20,000 من علماء الأزهر. نعم. معنا أسيوط آخر اتصال بقى، معلش مش عايزين نزعلهم. أستاذ مصطفى. أيوه اتفضل يا فندم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا. عليك السلام ورحمة الله. أنا مخصوص كل محمود. اتفضل. أنا كان معي مشكلة مع زوجتي، كنت معي مشكلة مع زوجتي في مصر. ألو؟ أنا بحاول أسمعك يا أستاذ مصطفى، وضح، تفضل. مشكلة مع زوجتك. أنا بقول لك إن أنا معي مشكلة مع زوجتي، تمام؟ عم حاسس إن هي اللي بتحب تقعد تعمل وقتي، تمام؟ وبعدين طيب انا الصوت مش واضح يا استاذ مصطفى، وانا حابب فعلا ان انا يعني اشارك مع حضرتك، يا ريت لو تقفل بس وتكلمني تاني يمكن الاتصال يعني يبقى اوضح من كده. انا في انتظار تليفونك، تفضل، ربنا يحفظك. فضيله الدكتور، الحقيقه يعني كنت حتى ده بيبلغوني دلوقتي ان الوقت خلص، وكنت احب ان ناخد مكالمه الاستاذ مصطفى، يا ريت يتابعنا ويكون معانا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. دايما برضو نوضح ان ذهاب المشكلات في البيت هروب الشياطين من البيت بحضور الملائكة. كيف تحضر الملائكة؟ نجتمع على كلام الله وكلام الرسول. الله أكبر. الحقيقة احنا مش عايزين نفوت ان احنا عندنا سؤال النهاردة لكل السادة المشاهدين. سؤالنا النهاردة الحقيقة لكل اللي كانوا بيتابعونا: لماذا قال الله تعالى
يصعد في السماء. ولم يقل يصعد. ولم يقل يصعد، يصعد في السماء. ده سؤالنا النهاردة، تابعونا والإجابة إن شاء الله اللي هيرسل إجابة مظبوط هيكون سليمة، يعني يكون لي إن شاء الله نسخة من كتاب الدين الحق هدية من الدكتور، ترسل له PDF على الإيميل بتاعه. الحقيقة كنا معاكم النهاردة في لقاء جميل ورائع من برنامج قرآن يمشي بوجود فضيلة الدكتور مجدي الشريف. بشكر حضرتك على هذا اللقاء الطيب، وإن شاء الله لقاء يتجدد الأسبوع القادم إن شاء الله وحلقة جديدة. حتى نلقاكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.